المشكله ان العميد الكليه بتطلع شهادات الدبلومه عام التربيه لاول سنه بدون تخصص، وديت معناها ان الشهاده بتفقد جزء كبير جدا من قيمتها، ان احنا ما نعرفش نشتغل بيها. هي دي المشكله اللي احنا بنواجهها بقالنا فتره مع تعنت من العميده، مع تخاذل من رئاسه الجامعه، مع ان رئيس الجامعه ادانا موافقه واخدت العميد اخدتها حضرتها في الدرج طبعا كان طبيعي، مع ان احنا عملنا محاضره في النيابه الاداريه وعملنا محاضره في اسم الشرق والمحافظ على العلم بالموضوع وقائد العسكري على العلم بالموضوع، والموضوع انتهى بان احنا محتاجين ان احنا نعمل اعتصام لما الوضع اللي هم دلوقتي بيحاولوا يوصلوه البلد دي، واي حد قاعد في مكان صنع قرار ومش راضي عن السياسه اللي البلد وصلت لها لغايه النهارده بيحاول ان هو يعمل ده البلد من خلال مكان صنع القرار اللي هو فيه، مثل العميده مثلا. احنا عددنا 870 طالب، 870 طالب وردنا للكليه فوق المليون جنيه، ده غير كرنهات وغير ابحاث. نفاجئ ان الكرنهات بتاعنا طالعه بالتخصص والافادات طالعه من الكليه طالعه بالتخصص، لكن الشهاده طالعه من غير تخصص. هي دي المشكله اللي احنا واقفين عشانها. يعني احنا محمد منصور حاصل على بكالوريوس تجاره، وجيت نعاون علشان اقدم اللي انا اخد قسم رياضيات وابقى مدرسه رياضه، وقالوا كل واحد هيشتغل في المجال بتاعه، وفي الاخر بعد ما جينا ناخد الشهاده اتضح اللي ما فيهاش تخصص ولا حتى التقدير بتاعنا اللي احنا تعبنا فيه طول السنه والمصاريف بتاعتنا ومجهودنا، وقالت اللي انتوا عاوزينه روحوا اعملوه، شوفوا انتوا هتعملوا ايه. فاضطرينا طبعا ان احنا وصلنا الموضوع لكل الجهات في المحافظه، اضطرينا طبعا ان احنا نروح العام الدراسي الجديد بدا، المفروض ان احنا نعمل دبلومات ثانيه عشان نكمل معانا سنه الماجستير بتاعتنا. العام الدراسي بدا المفروض نشوف حضراتكم عشان لا نمشي على كل احضار. اضطرينا طبعا نروح اسم الشرق وعملنا محضر هناك، قالوا من حقكم اللي يكتب لكم التخصص، هي بتعمل ليه كده؟ قلنا لهم مش عارفين. جينا انا هو الاهلي طبعا رد طبعا النيابه العامه رد النيابه الاداريه علينا لغايه دلوقتي احنا مستنيين طبعا ومفيش اي نتيجه دلوقتي. واقفه الحال على ما هو عليه. هي بتقول لنا انا مش هسوي لكم بتوع تربيه. طب ليه هي من الاول مليون جنيه ليه صحيح؟ من الاول ليه خلتنا ندفع وناخد من كل طالب فينا 1000 جنيه؟ عددنا 870 طالب على دفعين حوالي مليون جنيه. والشهاده تخرج برده ب 110 احنا عندنا 9 مليون جنيه كنا حلوين، وساعات بناخد الشهاده انا بقى دون المستوى. وما دخلنا ضحكوا علينا وقالوا لنا خلاص هنكتب لكم التخصص لما عملنا مشكله اول العام الدراسي. بعد ما خلصنا قالت لا مش هنكتب التخصص، واللي عندكم اعملوه طرادتنا من المكتب بتاعها.